نزلوا زرفوا البيت علي. هذا شنو مسجونة؟ بابا وماما ما يخلونا اطلع، كل ما اريد اطلع يقولوا لي ما يصير تطلعين. اشتقت للشارع، خلا اطلع ما دام ماما فوق تغسل الملابس وبابا مو موجود. تعي 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 زمتك، وين رايحه؟ يا شوف القمر طالع له. لا ماما حبيبتي، انت باكر ما عندك امتحان؟ حضرت لي لولا، بعدين الشارع شو راح يفيدك؟ ماما تعرفين صدق انا راح اجي من وراكم اكذب الكتاب وكل شيء ما افتهم. زين ماما ليش ما تقولي لي حتى اقرج؟ كل ما حاكيش قلتي لي انا حافظه. امشي يلا جوا قدامي، خلا اقرج يلا. والله انت فد وحدك لا شيء، وين تردين؟ يلا قدامي. ماما اليوم شنو تحضر عندكم؟ ماما هذا حمار العنيد؟ ماما عاد هو ليش عنيد؟ مو يسمونه ابو صابه؟ ماما هو عنيد خطيه لان دائما يضربونه. يما خطيه ليش يضربونه؟ ماما اكو ناس ما تخاف الله فلذلك يعاملون الحيوان هيك. يما نسيت الباب مال الثلاجه مفتوح، هذا راح اسده؟ لا يما مو عادي، خلي عينك هنا انا واقرا وياي يلا. هرب جمل وحمار من صاحب. تعالي وين رايحه؟ انت مو قلتي العادي. نرجوسه تعالي اقري وبطلع هاي كلاوتك يلا. عندك امتحان باكر. هرب جمل وحمار من صاحبهما وسارا معا، انني اشعر براحه وسرور واريد ان اغني بصوت جميل. نرجس ماما قدي حبيبتي. ماما حبيبتي ايش وقت تظلين بهاي سوالفك؟ ترى الدراسه مستقبلك، بعدين ما حد راح يفيدك. قدي ماما كم القرايه خلي اقريك. فقالت جمل. يما هو الجمل يحكي؟ ماما انا ايش مدريني، هو مكتوب هنا ادرسي وسكتي يا حبيبي. بعد ما اشوفين انا ما اقريها من ورا سوالفه يدش لها القلب. الله يكون بعونك. ايش قال الحمار وايش قال الجمل؟ خبلتني. بس هي هم سوتش المدرسه شلون يكتبون هيك للاطفال؟ طلعت لو شافوا رياضيات شو تسوي؟ يطون نظاره بقصمه طويله وكسور. بابا حتى ان كانت المدرسه من هاي المواد الصعبه. طبعا بابا مناهجكم كلها صعبه، يعني تصوري ذيك المره رياضيات مال الصف الثالث الابتدائي. تعرفين ايش بيها؟ بيها كسور وبيها ضرب وبيها قسمه طويله وارقام كبيره. يعني هذا طالب صغير من يشوف هيك امور اكيد يكره المدرسه، احنا بوقتنا لا كانت تختلف، كانت موادنا كلش بسيطه ومحبوبه، لذلك كنا نحب الدراسه وطلعنا شطار ونجحنا ووصلنا جامعات وتخرجنا، لان موادنا انزرعت بعقولنا. انا ما رح تجيب ايام قبل على هسه؟ لا طبعا كلش اختلف. تريد الصدق؟ انا اصلا تعبت وياها، ما جاي تجمع ولا تحفظ، تعال انت قرر الجدول. ايش عندك؟ حمار عنيد. ما في طلع العنيد؟ لا ما حتى نذبحه بالعيد. على نفس الوزن جيبي. امك هي ما تريد تقريك، تريد تذبها براسي، ادري بيها. وين الحمار العنيد؟ يلا. الحمار العنيد ولكن الحمار حزن ورفض ان يمشي. دائما ابو صابر يعنفص. اي حملوه وضبط. هاك لازم خليني اشوف من الباب. الله يساعد اخوي. اهلا حبيبي. شلونك؟ شلونك؟ اخوي جاك في الموضوع وايدك تساعدني بيه. اي قول اخوي. مو هنا عاد نقعد ونسولف؟ لحظه اسوي لك مجال وجهك. على راحتك. تفضل اخوي تفضل. استريح. نرجوسه قوم بابا حبيبتي قوم. يا الله. لحظه وجهك. ايوشي. جانا خطار حضرين لنا شاي. من اجى؟ جيراننا هذا ما اعرف شو يريد. الله يعطيك بالعافية حبيبي. خويا احكي لي شنو موضوعك؟ خويا انا جاي اشوف الكاميرات، انت تدري بينا قبل فترة احنا ندقينا وانت جاري وانا امون عليك، واريد الكاميرات وثق بالله هاي تبقى بيناتنا، لا حد راح يدري ولا واحد راح يسمع، بس اريد التصوير مال الكاميرات. شو تسوي؟ خويا بس اريد اعرف من هذول الدقوني لا اكثر ولا اقل. خويا النبي وصى بسابع جار وانت جاري، هاي سهلة يا معود. هسه طلع لك الكاميرات وما يكون خاطرك كله طيب. اي خوي هذول الدقونه بس خاطر طلع موبايله وصوروا هاي اللقطه. سهل يا حبيبي. خوي ما اعرف شلون اشكرك، نعم الله عليك. لا يا ابا سهله هاي، هذا واجب. ما قصرت، تسلم يا طيب. زارتنا البركه حبيبي. اهلا وسهلا بك. انمار هذا ايش راد؟ راد يشوف الكاميرات. انمار شلون تنطي هاي وراها مصايب؟ لا يا معود يقول يا الله. والولد بعدين حلف لي قال لي ما اشوف من اي احد، شكو خايفه بعدين. والله يا عمار ما ادري بس انا قلبي حل ما مرتاح.
ما عاد اقول يا الله ان شاء الله ماكو شيء. وين هاي الكلاب شي نرجوسي؟ خلي اقريها. تفضل حجي تفضل. يا الله. يا سلام زالت من البركه. رحم الله والديك. شاي شاي. لا لا عمي، لا جاي اشرب شايك ولا مايك، انا عد عتبه وياك. يا ستار عمي. تعرفني انت؟ اعرفك. حتى عندك عتبه وياي. بعدين شنو عتبتك قول؟ عمي، قبل فتره جايك ولد جيرانك ومطي التصوير ورافع علي دعوه انا وولدي. خلال اسبوع الولد اذا ما سقط الدعوه يا عمي انت جبيلي. وانا من رخصتك. حج وقف. شو وقف عمو؟ وقعتني ببرطش كبره وش قدها؟ تدور روحك لو لا انت. شكو انمار وش في هذا الزلمه يصيح؟ تذكرين هذا الولد اللي اخذ مني الكاميرات؟ ايه. هذا الزلمه حاكاني قال رافع علي دعوه انا وولدي. اذا ما سقطت الدعوه قال لي انت حصتي. انا ايش قلت لك انمار؟ مو قلت لك لا تورط روحك؟ هسه شلون بالله؟ روح للولد حاكي بكت الله يسقط الدعوه. اي لازم اروح له، ماكو غير حل. لان هذا جاي وعيونه كلها شر. اخوي تفضل. شو تفضل اخوي؟ شو تفضل؟ ورطتني انت. اجاني واحد من ذول داقيكم وقال لي انت حصتي اذا ما سقطت الدعوه، فدوى سقط الدعوه وخلصني. انا شو ذنبي؟ اخوي شو سقط من الدعوه؟ الفيديو خذوه اخوانه وصار بالغلط وخلوه بالمحضر. والحل شلون اخوي؟ اخوي ماكو حل، الدعوه مشيت وبعد ما تسقط. اخوي انت ورطتني، سويت بيتي. ان شاء الله انا حتابع الموضوع واشوف ان بكت تسوي لها شاره. شارتي ايش؟ قلت لي ثاني. يما شو احكي لك؟ البارحه استحارت باكر وميت من العطش. اليوم ما صدقت خلص. يما اول ما اشوف ما تاكل باكر. ليش يما؟ الباكر بس اللي زلم؟ ولدي هذا بيت الولد. الظاهر هذا زاهدنا. هوش اسبوع وما سقطت الدعوه. وطببنا مشاكل. انزلوا زرفوا البيت علي. يما يما دقي. يما شنو هذا؟ انا ما اعرف شنو هذا اللي يصير. بابا قوم النار. ما بشي ما بشي. يما قوم. الحمد لله وشكرا لله. انمار انمار انا ايش قلت لك؟ مو قلت لك كاميرات لا تنطيها؟ هاي تالي دقونا بسبب هاي السالفه. وهذا السبب اللي تمنع الناس تطل الكاميرات، واذا وصلت رسالتنا خلي لايك واشترك بالقناه.